عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان دعا للامتناع عن اتخاذ اي اجراءات احاديه الجانب تؤثر سلبا على مفاوضات سد النهضه، وقال يجب التوصل لاتفاقيه شامله وملزمه بشان تعبئه وتشغيل سد النهضه تمهيدا للتعاون مستقبلا. وخلال مؤتمر صحفي لاعلان اسماء الولاة المدنيين اليوم الخميس، الحقيقه دي كانت حاجه جديده جدا في السودان ان ما يبقاش فيه حكام عسكريين لاول مره من 60 سنة ولا 70 سنة يعني. فخلال اعلان اسمائهم كخطوه يعني ديمقراطيه يعني، اضاف عبد الله حمدوك اليوم: لم اسمع ان ابي احمد اعلن لشعبه انهم يمتلكوا نهر النيل وانهم انجزوا الملء في المرحله الاولى، وتحدثت مع الإثيوبيين أمس، لكن يظل موقفنا أنه لا بديل للتفاوض للوصول إلى اتفاقية محكمة تعالج مشكلة الملء والتشغيل. واختتم كلمته: لدينا مصلحة حقيقية في تأسيس مناخ يسمح بالاتفاق، ظللنا نقدم بطريقة إيجابية مبادرات عملية تضمن اقتراحات لحل المسألة العالقة. معانا الأستاذ عمر يا جماعة؟ طيب. هو طبعا مسألة ان رئيس وزراء السودان ما سمعش تصريحات ابي احمد دي حاجة غريبة طبعا، لانه ابي احمد بارك لشعبه وهنأهم بالامس، واصبح لدينا الان بحيرة ممتلئة ليست لنهر النيل، مش هترجع تاني المية لنهر النيل، دي اصبحت لنا. وطبعا هم معتمدين في كل هذا الحديث على تصريحاتهم السابقة اللي بيحاولوا دلوقتي يبعدوا عنها ما يكرروهاش تاني. اهو ايه، أو خلصنا المرحلة الأولى من الملء، بس لما اتسألنا في المؤتمر قلنا إن إحنا ملينا، ده ربنا اللي مللنا بالمطرة، إحنا هنقول له يعني هنتدخل بقى في أعمال ربنا. وبعدين يعني اللي إحنا ذكرنا هذا الخبر بالتفصيل بالأمس، وإحنا برضو إيه يعني بندعو لمتابعتنا كإعلاميين مصريين مهتمين بهذا الشأن للاطلاع على كل المستجدات الخاصة بموضوع سد النهضة. طيب الجامعة العربية